بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على الحبيب المصطفى وبعد. اليوم الأحد 3/24/22 تسلمت مديرية أوقاف الغربية عدد 3 طن من لحوم صكوك الإطعام، وذلك لتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. والشكر موصول لمعالي الأستاذ دكتور وزير الأوقاف واللجنة القائمة على هذا المشروع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.